أول من الحساب الرسمي للنادي الأهلي نشر عبر تويتر صورة لخطاب نادي ريال مدريد للنادي الأهلي عقب مباراة القرن. وكتبت صفحة الأهلي اليوم على الفيسبوك إحصائيات لرمضان صبحي مع الأهلي محليا في الموسم الحالي. أما الحساب الرسمي لموقع يلا كورة على تويتر نشرت فيديو عن احتمالية غياب رمضان صبحي عن المشاركة مع الأهلي في المباريات ومدى تأثير رمضان على هجوم الفريق. وأيضا الأهلي يتفوق في استفتاء الصفحة الرسمية للاتحاد الإفريقي كاف على تويتر عن النادي الذي تدعمه في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بنسبة 65% حتى الآن. والحساب الرسمي للفيفا أيضا على تويتر عمل استفتاء عن الأكثر شعبية بين النادي الأهلي ونادي فلامينجو البرازيلي، طبعا دعوة لكل جمهور الأهلي للدخول على حساب الفيفا والتصويت للأهلي. أما الحساب الرسمي لموقع يلا كورة على الفيسبوك نشر تصريح للعميد محمد مرجان بيؤكد فيه أن الأهلي طلب خوض مباراة الوداد على استاد القاهرة وأن موقف الجماهير لم يتحدد. ونشرت الصفحة الرسمية لموقع في الجول تصريح لأحمد حجازي بيتمنى فيه فوز الأهلي بدوري أبطال إفريقيا. ومن الحساب الرسمي للوطن سبورت قالت عبر تويتر أن بديل علي معلول يتمسك بالرحيل عن الأهلي. كمان الصفحة الرسمية لموقع سوبر كورة على الفيسبوك كتبت أن الأهلي نفى إشاعات وجود عروض لكهربا وديانج وبادجي. وصفحة استاد الأهلي على الفيسبوك أيضا أشادت بمستوى الشناوي. أما صفحة ماجيكانو على الفيسبوك نشرت سؤال عن اختيار ديانج أو حمدي فتحي لمباراة الوداد في حال جاهزيتهم إن شاء الله هما الاثنين، نتمنى يا رب الاثنين يكونوا موجودين. أما لاعبنا محمود كهربا نشر ستوري قدامكم على الشاشة على الانستجرام هنأ فيه زميله حمدي فتحي بشفائه من فيروس كورونا. أخيرا حب الأهلي ملوش حدود، محمد جابر أحد جماهير الأهلي نشر عبر حسابه على الانستجرام صورة لمقر عمله وتم تصميمه بروح الأهلي. فيديو هيكون معانا هنتكلم عليه. أهلا بحضراتكم من جديد، وبنتكلم بالتأكيد من خلال ما كتب عبر صفحات السوشيال ميديا للعديد من المواقع الرياضية وحتى الصفحات الجماهيرية اللي مهتمة بشكل كبير جدا بالنادي الأهلي ولاعبيه خلال الفترة الأخيرة.